اليوم الطبقة العاملة المغربية تحتفل على غرار الطبقة العاملة العالمية بالعيد الطبقة العاملة الأممي، لنعبر الحكومة الحالية عن احتيائنا وجبنا للوضعية المقلقة ببلادنا، الوضعية الاجتماعية التي تبعث على الارتياح، ضرب القوة الشرائية ديال المواطنين والغلاء الفاحش وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة بعد الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية. هذه صرخة من الحكومة مقدرة الشغل للحكومة الحالية لنقول لها كفى وأن تتحمل المسؤولية الكاملة فيما سيقع بالنسبة للمستقبل من توتر اجتماعي، لأنه حينما يشتكي خاصة الطبقات الوسطى اللي هي صمام الأمان لاستقرار بلادنا ومستقبل بلادنا، فما بالك من الفئات الفقيرة والمعوزة ببلادنا. نتمنى من الحكومة أن تستيقظ منسوباتها وأن تعالج مجموعة الإشكالات اللي هي مطروحة قبل فوات الأوان. خرجنا باش نعبروا على الاضطهادات اللي كتعيشها هذه الشريحة من المستخدمين، الاضطهادات سواء في الهضم الحقوق من ناحية الأعياد الوطنية، الأعياد الدينية، لي سالير، بزاف ديال المشاكل اللي كيعانيوا منها هذه الشريحة، مع العلم أن هذه الشريحة تعد من أهم حلقة في المنظومة الصحية. علاش؟ لأنه حنا كمساعدين تقنيين في الصيدلية، حنا اللي اون فاس مع لي سيتويان. إذا في أيام كوفيد كان الوحيد اللي كيشتغل هو المساعد التقني في الصيدلية، واللي كان اون فاس مع لو فيروس، كل شيء جالس في دارو إلا هو، وما كتعطالوش حتى ولو حتى الحقوق الأصلية ديال الحقوق اللي لابد خصو ياخذها. إذا باش يعرفوا الكل أننا في هاد العمل ديالنا ما عندناش الأعياد الوطنية، ما عندناش الأعياد الدينية، الإخوان كيعيشوا وضعية مزرية، لهذا خرجنا اليوم لنعبر بشتى الوسائل. إذا التعبير ديالنا غادي يجي عبر الشارع، لأننا إلى ما نضناش ونهضنا من الشارع لن تتحقق مطالبنا. عرس عمالي على صعيد العالم كنحتفلوا به، هنا عندنا مطالب راه باينه واضحه، منها الزياده في الاجور، منها لان كنعرفوا غلاء المعيشه وما يعيشه الوضع الحالي داخل المغرب، ازمه واش غادي نقول لك من كل المحروقات غاليه، بالنسبه للزياده في الاجور، بالنسبه للتقاعد اللي بغاو يزيدوا فيه، لا يعقل بان الموظف هو الحلقه الاضعف. كنعرفوا بان المغرب يعيش ولات عندنا طبقه فقيره وطبقه غنيه، يعني المتوسطه تمسحات. عندنا مطالب اخرى اللي هي يا الحوار الاجتماعي ديال 30 ابريل، اللي كنشوفوا بان الحوار راه ما بقاش، ما الحكومه ما لبتش المطالب ديال النقابات. نتمنى اننا تحسن الوضعيه ديال الموظفين وتكون زياده اللي هي في السميك وزياده الموظفين. هذه السنه ديال الفاتح ماي 2023 حقيقه الامر هي ما اختاريناش سنه للاحتفال، بل بالعكس سنه للاحتجاج لعده اسباب، وهي اسباب متنوعه، منها عدم الزياده في الاجور كما وعدت الحكومة في فاتح ماي 2022، وأن هذه الحكومة تنصلت من اتفاقات ديالها، أنك تدعي الحوار لسبب كسب الوقت فقط، وهذا الشيء كنرفضوا هذه الممارسات الحكومية، الممارسات والسياسات اللاجتماعية، السياسات التفقيرية اللي كتنهجها ضد الموظفين والشغيلة والمواطن بشكل عام. وحنا كنشوفوا ارتفاع الاسعار، تدهور القدره الشرائيه للمواطن، وهذه خاصها مواكبه ديال الزياده في الاجور اللي هي ضروريه وضروريه جدا. وكاين واحد النقطه اللي هي مهمه عاوتاني اللي جايه بها الحكومه، هي خطه اصلاح التقاعد. هذه ماشي اصلاح تقاعد، بل تخريب التقاعد للموظفين والشغيله المغربيه.